أصدقائي أهلا بيكم، صباح الخير. طبعا احنا زي ما احنا متعودين في كل أسبوع معانا برنامج كل الناس. يحكى أن في إحدى القرى المصرية سيدة مصرية لديها 6 أطفال كانت تعيش لهم تعلمهم. جاء من أقصى المدينة وجاء من مكان بعيد رجل درس بره اتعلم وراح هذه القرية علشان يعلم أولاد القرية مجموعة من العلوم اللي اتعلمها خارج المدينة. جاب الأولاد الستة وعمل سباق ما بينهم وقال لهم اللي هيوصل للشجرة دي هياخد سلة الفاكهة دي ياكلها لوحده. السباق كان طويل، وقفوا الأطفال الستة الإخوات وانطلقوا مع بداية السباق، كل واحد فيهم بيجري علشان يلمس الشجرة اللي جنبيها السلة علشان يحصل على السلة. فجأة وهم بيجروا سمعوا نداء الأم بتقول لهم اتجمعوا اتجمعوا. فجأة وقفوا مسكوا ايديهم بعض فضلوا ماشيين ماشيين لغاية ما لمسوا الستة الشجرة مع بعض وأخدوا السلة وأكلوها مع بعض. انبهر هذا المدرس من هذه الأم اللي قدرت تجمع أولادها في لحظة، اللي قدرت تزرع فيهم الحب، اللي قدرت تجمعهم في مكان واحد، اللي قدرت تجمعهم لهدف واحد. هي دي الست، الست العربية، الست المصرية، الست اللي دايما بنقول عليها ست بمليون راجل. طبعا بيشاركني في التقديم كل حلقة سوسن. صباح الخير يا سوسن. صباح الخير محمد. شريهان صباح الخير يا شريهان. صباح النور يا محمد. ست بمليون راجل، ممكن نقول على الست مليون راجل لمين؟ الست المليون راجل هي الست اللي بتشيل مسؤوليات الست والراجل، بتبقى أب وأم في نفس الوقت. هي الست اللي نقدر نقول المطلقة، الأرملة، ممكن على فكرة كمان تكون متجوزة، بس للأسف هي برضو الراجل، يعني الراجل ما بيشيلش مسؤولياته كراجل. الست اللي بتقدر تعلم ولادها وتوصل بيهم لبر الأمان لوحدها بدون شريك معاها يساعدها في المسؤولية دي. شريهان تقولي ست مليون راجل لمين؟ طبعا بنفس الكلام اللي قالته سوسن، بس احنا عايزين نقول دلوقتي لما احنا اتكلمنا عن المطلقة والأرملة فاحنا عايزين نتكلم عن نظرة المجتمع للجزء ده. مع ان المجتمع بيبقى دايما يعني الارمله والمطلقه الاثنين دولت واجهين لعمله واحده، لكن دايما بيبقى بحس ان الارمله بتبقى شويه مشفقين عليها، متعاطفين معاها جدا، عكس المطلقه. عكس المطلقه بالظبط، بيكون ليها نظره تانية خالص، تحس انها مظلومه شويه، يعني مظلومه شويه كتير، تانية ظالمه. لا 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 لا، على فكره هي المشكله مش في كده، هي المشكله ان دايما الارمله هم يعني دي جوزها راح هي ما سابتوش يعني، لكن المطلقه هي اللي فرطت في جوزها من وجهه نظرهم، رغم ان ممكن يكون العكس، يعني هي اللي يعني ما فيش يعني هتمشي على خراب بيتها او ان هي تصر على خراب بيتها الا ما اذا كانت هي عملت كل ما هو مستطاع علشان البيت دوت يعمر، لان في بيكون اطفال فلازم تعمل يعني اللي هي تقدر عليه. لا انا عايزه اقول لك انا متفق معاكي في الكلام، انا بتكلم على نظره المجتمع. احنا بنقول نظره المجتمع للست الارمله ان هي بيعطفوا عليها وواقفين معاها او بيسندوها في بعض الاحيان، لكن الست المطلقه بتبقى دايما مظلومه وكانها هي السبب، عامله كارثه، عامله يعني بالذات. انا مع طبعا ان في ستات لا تطاق، يعني في ستات فعلا لا تعاشر، يعني أكيد. بتبقى صعبه جدا، لكن في الاغلبيه بحس ان الست لا هي بتبقى مظلومه. الارمله لما بتشيل الحمل وتبقى تقدر ان هي تقاوم الحياه وتستعد بقى انها تقوم بدور الرجل والست في آن واحد، ده بيبقى دورها لان بيبقى غصب عنها بالزبط. لكن المطلقه هي هنا المشكله، لا. لان بيبقى في رجل موجود المفروض يتحمل نصف او كل المسؤوليه لو في اولاد طبعا، واتطلقوا المفروض ان هو مسؤول عن ولاده، يعني يصرف عليهم، مدارسهم، اكلهم، شربهم، لبسهم، مسؤوليته حتى لو انفصل عن والدتهم. مش معنى ان انا انفصل عن والدتهم معناه ان دول ما بقوش ولادي، اتخلى عنهم وعن تربيتهم وعن الصرف عليهم. صح مظبوط، بس انا برضو في حاجه عايزه اقولها علشان لازم يبقى في عندنا خطط بديله لمواقف كتير طبعا في حياتنا. يعني برضو الست المتجوزه ما ينفعش تبقى راميه كل العبء على الراجل،
هو يعني في حاجات احنا بنعملها وحاجات هو بيعملها، فلازم على قدر الامكان ان انا برضو اكون في البيت اعرف اعمل حاجات اللي هو ما بيعملهاش، عشان لو لا قدر الله حصل حاجه يبقى في اللي هو بلان بي زي ما بيقول، في خطه ده اللي متجوزه. بالنسبه للست اللي تم ان هي الانفصال وجوزها ما بيحاولش انه يصرف على الولاد، دي ظاهره موجوده كتير جدا على فكره. ده الكارثه الاكبر بقى، ان ممكن دي تتجوز الزوجه دي ويبقى سايب ولاده لجوز مامتهم يصرف عليهم وهو ولا هو هنا. انا مش عارفه ازاي بيقدر يبص لنفسه في المرايه وفي ولاده في البيت، سواء الام هي اللي بتنزل تشتغل او الجده او الجده او الخلان او في حد بيساعد معاها. طيب لو هي الست دي مقتدره الحمد لله وفي حد بيساعد معاها، طب لو في واحده مش مقتدره هتعمل ايه؟ ولو كمان بقى معاها طفله صغيره او طفل صغير هتعمل ايه؟ ولو ما بتشتغلش هتعمل ايه؟ طبعاً. ودي كارثه اكبر يعني. في كتير جدا كانت ممكن تبقى اتجوزت وما اشتغلتش وما كملتش دراسه، طب دي تشتغل ايه وتعمل ايه وتربي ولادها ازاي في وضع ان الاب ممكن يبقى ميسور الحال، ممكن يروح يتجوز تاني يصرف على ولاده التانيين ويسيب ولاده دول عشان انفصل عن والدته. في ظل كمان ان المحاكم علشان نبتدي ان احنا نسعى ان احنا نخش في محكمه وان احنا ندور على حقوقنا بالقضاء بتاخد وقت طويل، وكمان في الاخر خالص انت علشان ست تلجا للقضاء هتصرف فلوس للمحامي والقضايا، يعني نفس المصاريف اللي هتدفعها علشان تاخد حقها لا توفرها للولاد احسن. عارف يا محمد اللي انا عرفته برضو مؤخرا ان في المفروض المحكمه بتعمل حاجه اسمها نفقه مؤقته، لكن مش في كل محكمه بتعمل كده، لان بيكون في حاجه اسمها رول، بيبقى في قضايا كتير قوي قوي، فحسب المحكمه القضايا اللي بتكون فيها قد ايه. في قضايا ممكن تقعد مثلا 4 5 شهور وفجاه اتحكم كويس، في علشان رول بيبقى كتير قوي فبتقعد تقريبا ممكن سنين 4 سنين. يا الله يا جماعه احنا بنتخيل، انت بتتكلمي على 4 5 شهور وكانهم 5 ايام، يعني 4 5 شهور. لا ده مده طبعا. ست مسؤوله طبعا عن اولاد، ست مسؤوله عن اكل عن شرب، يعني في فالموضوع فعلا الست اللي زي دي اللي تقدر انها توفر معيشه جيده للولاد، انها توفر لهم استقرار وان هي تقدر انها تقوم بمهام راجل وست في وقت واحد، دي بنقولها ممكن نطلق عليها فعلا 6 مليون راجل يعني. ودي موجوده كتير جدا في المجتمع بتاعنا، وانا يعني من هنا عايزين نناشد الراجل بقى والله اللي موجود حقيقي، تقولي له ايه؟ اقول له يعني يعني دول ولادك قبل اي حاجه، كونك كان في مشاكل مع والدتهم وانفصلت عنها، دول ما اصبحوش غرب عنك بمجرد انك سبت والدتهم، دول ولادك وهيفضلوا ولادك، وان ما كنتش انت ترعاهم وتاخد بالك منهم صدقني ربنا هيحاسبك عليهم في يوم من الايام، هيحاسبك على انك اهملتهم، لان ممكن قوي يضيعوا، ممكن يضيعوا في الدنيا دي، لان ممكن والدتهم ما تقدرش تعلمهم فيخرجوا يشتغلوا اي صنعه، وبالتالي انت حكمت على ولادك الضياع في سن صغير ويتحولوا لاطفال شوارع وهم القنبله الموقوته اللي احنا بنتكلم عليها وبنخاف منها. مش ريهان تقولي لهم ايه؟ عايزه اقول ان المفروض ان هو فعلا ما ياخدش بذنب اللي حصل، يعني الانفصال خلاص هو انفصال، خلاص بقت طليقته، لكن ولادك من لحمك دمك، لما نبقى في واحده متجوزه تانيه او في زوجه، في راجل في البيت، في وبالاخص لو في بنت، هو ازاي ضميره؟ طبعا هي في ده حلال ان هي ممكن ان هي تتجوز تاني، لكن الست دايما بيبقى عندها من جواها خوف ان في راجل في البيت، بنتها بتبقى لابسه براحتها بتتحرك براحتها، دي بتبقى مشكله، وبرده لازم تعمل حساسيه في الموضوع، لان في امهات ممكن تبقى هي شويه انانيه فعايزه انا بيتي وعايزه جوزي وعايزه ابقى ناجحه ومش عايزه، فالبنت او الولد يبتدوا ايه يمشوهم يبعدوهم يخلوهم يتربوا عند الجد او الجده او مش موجودين، دي كارثه نفسيه، لانهم يتامى كده، الاب عايش والام عايشه والولاد يتامى، يا ريت يتامى محرومين من حنيه الاب والام، اليتيم بيتطبطب عليه عشان ناخد حسنه، لكن دايما اولاد المطلقات بيبقوا مظلومين، لولا وجود الاهل جنب المطلقات انا بصراحه انا ما اعرفش كان ممكن يعملوا ايه. ده جانب من الجوانب اللي احنا بنتكلم عليها، الست مليون راجل، الست اللي هي مطلقه وجوزها موجود وما بيصرفش على اولادها وما بيصرفش على البيت، ده نداء لينا كلنا ونداء بنقوله للجميع، يا جماعه دول ولادكم، نظرتهم
في المستقبل ليكوا هتبقى عامله ازاي. نظره الولاد دول في المستقبل لما يجوا يشوفوكوا ويكلموكوا وانتوا ما كانش ليكوا دور لا في تربيتهم ولا المصاريف عليهم ولا ان انتوا تكونوا موجودين معاهم، ازاي عايزينهم يقولوا لكم يا بابا؟ ازاي عايزينهم يقولوا لكم او يعيشوا معاكوا او يردوا لكم جميل؟ اي جميل انت عملته في ظل ان هي كان الولد او البنت محتاجين وجودك، مش بس وجودك، محتاجين رعايتك، محتاجين اهتمامك، محتاجين ان هم لما يطلبوا حاجه يلاقوها. ده جزء كبير مهم. نتكلم بقى على الجزء الثاني والأرملة بقى. لا، لان كمان في حاجه يا محمد، هو انا عايزه اقول حاجه، هو انت دلوقتي لما بتصرف على اولادك او بتعامل اولادك كويس، غير انهم هيشيلوا لك ده للمستقبل، وغير ان انت بتراعي ربنا وبتتقي ربنا فيهم، ولادك اساسا انت بتخلق جواهم مشكله نفسيه اتجاهك، بيبقوا مرضى نفسيين مش طبيعيين. صح. على فكره ما بيبقوش مظبوطين نفسيا خالص، عندهم معاناه. انا بقول لواحد يا بابا وانا مش حاسه كلمه بابا، لان يا جماعه اللي بيربي هو الاب الحقيقي مش اللي بيخلف. بالزبط. مش اللي بيخلف، اللي بيربي هو الاب بيبقى الحقيقي. زوج ام ساعات ربنا بيعوض بزوج ام حنين. بالزبط. بيبقى اب ليها، بيبقى او اب لي، فدي بقى مشكلة في حد ذاتها برضو، ان انا يعني ده مش بابا، بس بابا الاساسي مش كويس او مش حنين، او بيتشاف كل فين وفين، او ما بيصرفش، عايش حياته براحته على سجايره وعلى خروجاته وعلى لبسه وعلى ناسي. هو الموضوع بس عشان نتكلم، بس عشان الرجالة اللي بيسمعونا، يعني هو الموضوع مش هو عايش حياته، هو ممكن ياخدها عند طبعا عند. مش لا مع اولاده، لا مش عند، لا عند مع المطلقة، عند مع المطلقة، عند مع اللي كانت مراته، عند ان انا مش عايز اصرف عليها. مش انت اخترتي ان انت تبعدي عني؟ عيشي بقى، عيشي بقى، استحملي بقى. بس المشكله مش هي اللي بتستحمل، المشكله ان انت مش بتظلمها هي. هي خلاص هي ما بقت خارج حياتك، لكن في جزء مهم في حياتك هو ده لازم نحافظ عليه. ده بالنسبه للمطلقه. الارمله بقى ودورها، ان ده دور مهم جدا. الارمله مشكلتها بقى ان هنا مفيش راجل مسؤول عن الولاد، اصبحت فعلا لازم هي تبقى الراجل والست، هي اللي تصرف وهي اللي تدبر امورها وهي اللي بتعلم ولادها، وبالاخص لو معاها جوزها كان حد حنين جدا وكويس طبعًا جدا طبعًا. هو اللي بيعمل لها كل الطلبات، فدي مشكله بتلاقي نفسها ان هي فجاه حصل لها انهيار طبعًا. انهيار تام وصدمه وبتبقى نفره او رافضه الموقف نفسه، بس مضطره تتحمله. يعني في النهايه حتى لو هي رافضاه، هي هنا مضطره تتحمله. هنا بقى ممكن بمساعده الاهل شويه، بمساعده الاصدقاء شويه، انها تعتمد على نفسها وتنزل تشتغل. عايزه اقول حاجه برضو، علشان في ناس بيفتكروا ان الموضوع دوت مش لطيف، والله الدكتور النفسي حد كويس جدا، لكن لازم يكون امين، لان مع احترامي طبعا للدكاتره، ولكن بيبقى في حد ممكن يستغل موقف معين، فلازم تبقي متأكدة ومجرب مرة واثنين وثلاثة علشان تروح تتكلم معاه. تتكلم يعني يا جماعة، ظهور الطبيب النفسي ده تعالى نقول شوية من 20 سنة، 25 سنة الطبيب النفسي ما كانش موجود خالص، ومع ذلك كانت الست اللي بتمر بالظروف دي بتروح لحد كبير، حد حكيم في الأسرة في العيلة، بينصحها اعملي كذا واعملي كذا وقفي علشان ولادك، يعني بيديها الإرشادات السليمة. يا ريت كلنا ندور على حد في حياتنا بجد، ندور على حد في حياتنا يكون هو امين على اسرارنا، ويكون صح. بيحبنا بجد، ويقدر ان هو يوصل لنا نصايحه بشكل كبير. يعني انا كل تحيه وتقدير لامي اللي توفى بابايا وانا صغير، انا وخمسه من اخواتي، وما اتجوزتش وربتنا وعاشت معانا، ست من الستات المصريات الكتير جدا اللي قاموا بالدور ده وقدروا ان هم يبقوا موجودين، وحصلت على الام المثاليه تكريم من الدوله. تحيه ليها طبعا وتقدير مش ليها بس، ولكل النساء اللي بيقوموا بالدور ده، دور راجل وست، ست بمليون راجل، لانها قدرت انها كل ست بتقدر انها تقف في ظل الاسر اللي موجود فيها راجل مع ست ومش قادرين يكملوا الحياه. فتخيل لما تبقى ست لوحدها بتقوم بالدورين، طبعا تبقى طبعا طبعا بيبقى لها كل تحيه اكيد وكل تقدير وكل احترام. يعني بنحييها، وبنحيي كمان برضو الست اللي بيبقى معاها زوج للاسف الشديد، لكن هي برضو اللي بتقوم بكل المهام حتى وجوزها موجود، هو رامي كل المسؤوليه عليها، ودي كارثه. لا دي ده موضوع تاني خالص، موضوع كبير، لان لو الراجل تخلى عن مسؤولياته ما بقاش راجل. بالظبط. يعني لو الراجل تخلى في لحظه عن مسؤولياته
يبقى ما تقولش ان في راجل في حياه ست. المشكله يا محمد ان الراجل بيفتكر بس ان هو يروح يشتغل يرجع ينام ياكل خلاص جاله شويه برد وقع وكده عمل عليه. طب ده كويس انه بيشتغل. لا ده في ما بيعملش ده خالص. كويس انه لا ده في ما بينزلش الشغل كمان، يعني في بقى قاعد في البيت هو كده ما انتخ وقاعد على الفيس وهي بتنزل الشغل. اه معتمد طبعا عليه يعني دي الكارثه الاكبر بقى يعني. بصوا يعني الموضوع طويل جدا اصدقائي، طبعا هنتكلم فيه في اكتر من حلقه وهنعمل موضوعات تانية ان شاء الله. استنونا بعد الفاصل علشان عندنا مفاجاه كتير، لان ما عملناش سحب الاسبوع اللي فات كنا طالعين متاخرين، وكمان معانا مفاجاه حلوه قوي في الفقره الثانيه. استنتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني مع الفقرة التانية، الفقرة التانية اللي أكيد كلنا بننتظرها، الأسئلة والمسابقات وأسامي الفايزين. بس قبل ده محضر لكم النهاردة مفاجأة. كلنا بنحب نعرف مين المتوافق معانا، بنحب نعرف من خلال البرج بتاعنا إحنا مين اللي نقدر نكلمه، نخلي بالنا من مين، مين اللي بيتوافق معانا. النهاردة معانا فقرة مهمة جدا، فقرة الأبراج مع خبيرة الأبراج بشاير، وهتقول لنا التوافق ما بين كل الأبراج، علشان كل الناس اللي بيشوفونا النهاردة أكيد كل واحد مستني البرج بتاعه ويعرف هو متوافق مع مين. صباح الخير يا بشاير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. صباح النور منورانا. الله يخليك. بشاير النهاردة هتقول لنا التوافق ما بين الأبراج بعضها البعض. فمش عايزين ننسى برج علشان الناس اللي بيشوفونا ما حدش فيهم يزعل. أصدقائي لو عايزين نتواصل هنتواصل من خلال الواتس اللي موجود قدامنا، ومن خلال كمان الايميل اللي ممكن تتواصلوا معاه على بشاير ان شاء الله. بشاير هنبتدي النهارده ببرج ايه؟ الحمل. نبتدي بالحمل. ده برج ابني على فكره، توصي بيه. الحمل بيتوافق مع العذراء والقوس والجدي. الحمل صفاته بتبقى حلوه قوي وممكن يتوافق مع كل الابراج، بس هو عشان ناري في الابراج اللي هي المائيه دي بتجننه شويتين، لكن هو برج جميل جدا احب ابراجه اللي هي الناريه اللي زيه. بس لما بيتعصب بيبقى صعب شويه. هو عصبي عصبي وكارثه. هو لما بيتعصب ما بيشوفش قدامه، ما بيشوفش قدامه، هو سلاح ذو حدين. فعلا هو حنين وفي نفس طيب الوقت متوتر طول الوقت، لانه بيبقى عايز يحقق نجاح على قدر كبير. بيحب يتعامل مع كل الناس بلطف. بالظبط. يعني هو طمع. على قد عصبيته بيعوض في حته تانية، الحنيه. هو معطاء قوي وسخي جدا، ودايما بيحب اصحابه، يحب يقف جنبهم، يحب يتعامل معاهم بقلب، ما بيبقاش مستنى مقابل، يعني مش بيستنى مقابل. تمام. طب والتور؟ التور جميل بس هو بيبقى تور برج ماما الله يرحمها. التور اكتر حاجه تتوافق مع العقرب. بس التور حلو وحنون وبيحتوي اللي معاه، لكن هو عنادي عنادي عنادي. التور عنادي جدا وبيحب الناس تقدره، بيحب الناس تتعامل معاه ان هي حاسه باللي هو بيعمله. خش بقى البرج اللي بيعمل مشاكل كتير. البرج اللي بيعمل مشاكل كتير والعذراء. لا خلينا في الجوزاء. الجوزاء جميل بس هو سلاح ذو حدين، يعني هو كل حاجه عايزه اثنين، سلاح ذو حدين العذراء. هو العذراء طول الوقت مش كل حاجه بتريحه. احنا في الجوزاء. لا احنا في الجوزاء. في الجوزاء. خلينا في الجوزاء. الجوزاء بيتوافق مع مين؟ ما بيتوافقش مع مين؟ لا الجوزاء بيتوافق مع ابراج كتيره، بس هو بيبقى في حته ثانيه خالص. يعني ممكن يتوافق مع كل الناس، لكن هو بيدور دايما على الذكي. طب اضيف لك حاجه يعني، بس مع العقرب لا. الجوزاء بيتوافق مع كل، لانه عنده اكثر من شخصيه. مظبوط الكلام. هو عنده اكثر من شخصيه تعبها هو شخصيا. لانه هو ذكي جدا ودايما هو بيدور على الذكاء، زي الثور بيدور على العقلاني. تمام. يعني الثور عاطفي بس بيحب الشخص العقلاني، ما يحبش الشخص اللي هو متهور. خش على البرج اللي بعد كده. السرطان. السرطان جميل جدا جدا، دايما بيدور على الحنان والعطف والحب، لان هو بطبعه رومانسي. بس هو برضو لو اتعصب ملوش حل. يتوافق مع مين؟ بيتوافق مع الاسد، وبيتوافق مع القوس، بيتوافق تقريبا مع الابراج الناريه كلها. بس هو اصلا ليه قاعده شاذه، يعني هو ممكن يتعامل مع الناس بلطف وحب طالما هو في سلام،
فيتعامل مع كل الابراج. بس هو برج مائي اساسا مش كده؟ السرطان مائي بيتحب الحوت جدا. اكيد مع الحوت حلو قوي، مع العقرب هو مع الحوت حلو قوي. نخش بقى على ملك الغابه الاسد. الاسد اللي تعبه ان هو دايما شايف نفسه فوق الكل، مغرور. لا والله، بس هو زي البيبي. وبعدين ما بيجيش، يعني هو ممكن يحكي في كل حاجه الا لما يبقى عنده مشكله. بعد ما بتحصل مشكله يقول، هو طول الوقت هو كتون، محدش بيعرف عنه حاجه طول الوقت. هو مقتنع برضه، بيتوافق مع الميزان، بيتوافق مع القوس، بيتوافق مع ابراج كتير. بس هو مشكلته ان هو بيحب طول الوقت يبقى لوحده وهو اللي سود. العذراء بقى وركزي فيه قوي. العذراء جميل بس مش طول الوقت جميل، يعني مش هتطلع بعد. لا مش عايزه تقول طول الوقت مش قادره اقول. طب قولي. لا قولي. يخاف من مين؟ العذراء بيتوافق مع العذراء اللي زيه، بس لو هما الاثنين زعلوا من بعض يولعوا في الدنيا. بيحب برضو الثور، بيحب ابراج معينه يمكن مش كل الناس تتعامل معاها. بس هو بيعرف يتعامل لانه هو طول الوقت الرماد اللي تحت التراب. البرج المحير اللي النار اللي تحت الرماد. الميزان. الهوائي. برج الميزان بيحب دايما ينجز، يعني عايز بكره يبقى احسن، عايز طول الوقت يبقى هو اللي مسيطر طول الوقت. يعني هو بيتفاعل، بيحب قوي السرطان بيتعامل معاه، بيحب قوي الحمل، وهما الاثنين يعني ممكن حتى لو في جواز او حاجه التوافق بينهم حلو جدا فوق 90%. لكن هو طول الوقت حاسس ان بكره مش ملكه. قلقان، عايز يعمل حاجه، ان هي لا الغنى الفاحش ولا الظروف اللي مش مناسبه، يعني عايز يبقى متوازن يعني. لا عايز يبقى هو على ارض صلبه. تمام. العقرب بقى وركزي برضو. ده برجي بقى. العقرب وركزي. العقرب بيحب يتعامل مع الحوت حلو قوي. بس في صداقه. لكن في شغل او في حاجه كل ساعه في حال. بس هو العقرب يمكن انا عشان ايه قاري عنه شويه كده، قولي لي اذا كانت معلوماتي صح ولا لا. العقرب من الابراج اللي صعب حد يكذب عليه، بيكشف الكذابين بسرعه قوي. العقرب في حاجه بيجيب القلب من جوه. يعني العقرب في شفافيه، بتقرا الشخصيه من جوه اللي ورا الستار. انا عايز اقول لكل اللي بيتعاملوا العقرب، خلي بالك من انتقامه. ورا الستار بيجيب لا والله. لا بس هو فعلا مش منتقم. لا مش هو منتقم. بس لا هو بس لا. دايما بيدور على الحب، بيحب يعامل الناس بقلب كبير، ما يحبش عايز الناس تتعامل معاه بشفافيه. هو طول الوقت بيدور على الحب. لا ولو ما حد اتعامل معاه بغير كده هو ما ينجحش. هو بيفهم خلاص ما ينجحش. العقرب بيعرف. تمام. بيعرف ان هو مثلا ده ضحك عليه او ده غشه او كده، بيبقى عارف ده ايه. كده القوس بقى. القوس بيتفاعل، بيحب الاسد، بيحب الحمل. بس الحمل ممكن يصور، يعني ممكن يعملوا مع بعض مشاكل كتيره، لان هو الحمل بيستفزه قوي هدوء القوس. القوس الى حد ما هادي، مهما كان متضايق بيبان انه هادي، هو بطبعه كده. لكن لما حد بيحاول يضغط عليه قوي، ابسط حاجه يلجأ لها الانطواء والبكاء والحاجات دي. بس هو طول الوقت حاسس انه مظلوم، مع انه قوي. يعني هو بيستحمل وبيحاول يعمل حياه جديده، وبيتعامل مع الميزان، بيتعامل مع سرطان، بيتعامل مع ناس معينه مش كل الناس تقدر تتعامل معاها. يعني الابراج اللي هو بيتعامل معاها مش كل الناس. تمام. والجدي وركزي بقى عشان الجدي جميل. الجدي حنون جميل قوي. طب الجدي ما يتوافقش مع الحمل، بس لو في تنازل من الحمل وحاولوا ان هم يفهموا بعض ويتعاملوا، ويعني علشان يرادوا بعض او ياخدوا بعض بالحب، بتبقى النسبه فوق 90%. خلاص نشوف حمل. بتبقى نسبه نجاح حلوه قوي. الجدي بتبقى حلوه قوي. لكن هو الجدي عموما بيميل للاسد، بيحب الاسد جدا. طبعا. لانه هو دايما بيدور على عاطفه، والست الاسد بتبقى جميله حنونه. اللي بعد كده الدلو. الدلو. ايوه الدلو ده. انا ورا الكاميرا. ورا الكاميرا بيقول لك انا بقى ركزي معاه. الدلو بيحب الثور، بيحب الميزان، بيحب ابراج معينه. لكن هو طول الوقت بيدور على نفسه، عايز يبقى الاحسن الاحسن الاحسن. يعني يركز مع مين عشان نقول؟ لا ركز في الشغل. عشان هو بيبقى عايز يوصل بسرعه. تمام. اخر برج الحوت، وده برج ناس كتير قوي في عيلتي، منهم اخويا وكان جوزي الله يرحمه، ومن الابراج الجميله اللي انا بحبها. ما انا جدي كان جوزي الله يرحمه والله. الحوت بقى
الحوت عشان مائي هو رومانسي قوي، بس اقل حاجه تجرحه برغم انه يبان قوي، وهو قوي وضعيف في نفس الوقت. قوي في ان هو يبان قدام الناس حاجه ويروح شغل ويجي، لكن هو ضعيف بالنسبه ان هو ما بيقدرش يحتوي نفسه لو حد جرحه. ممكن يقعد في مكان لوحده ويبقى مش عايز يشوف حد، وبتبقى حاله بالنسبه له كارثه. الحوت والجدي فيهم حاجه مش حلوه، ان هم دايما حاسين، مش حاسين، هو الناس عموما بتظلمهم، يعني ما بيقدروش يتعاملوا بالحب اللي هم بيدوه وياخدوه في نفس الوقت، دايما بيلاقوا صدمات. الحوت عشان خاطر رومانسي وحالم ومش بيحب يخش في مشاكل، دايما بيبعد عن التوترات، بيبعد عن الناس اللي تدخله في مشاكل وكوارث، بيحب ان هو يبقى في دنيا تانية. بشاير دايما في الابراج بيقول لك دايما خلي بالك وانت بتتعامل مع البرج الفلاني والبرج الفلاني، دول صعب. انت تقول لنا نخلي بالنا واحنا بنتعامل، مش بتكلم بقى على العذراء. العذراء معقول؟ العذراء مش والجوزاء. اي حد. العذراء والجوزاء. العذراء مش والجوزاء. اي حد. الجوزاء علشان خاطر عقلاني ومنطقي. يعني بقى العذراء والجوزاء والعقرب. لا عقرب، لا عقرب، لا عقرب، لا عقرب، لا عقرب، لا العقرب ده طيب قوي. لا العقرب، لا هو العذراء. لا ماله بقى، مش عارفه بقى. العذراء عقلاني. وبعدين هو دايما بيدور على المثاليه. لا بصراحه يعني عايز يوصل لحاجه. لو بيدور على المثاليه، لحظه، لو بيدور على المثاليه ده معناه ان هو كويس يعني. ايوه بس يعني قلبته وحشه. صراحه قلبته وحشه جدا جدا. قلبته مش حلو. يعني انت قصدك يعني طول ما هو كويس معاك هو كويس، لكن اول ما بي في ابراج معينه قلبتها بتبقى كارثة. بس صبور شويه العذراء. لا بس العقرب لا ما بينتقمش والله. لا العقرب ما بينتقم. لا بس ابراج على فكره ناس لان يوم 10 غير يوم 20 غير يوم 30. بتختلف في التوقيت. ناس اول العقرب غير وسطه غير اخره. حتى الحمل، الحمل في ناس، الحمل في ناس برضو يعني صبوره ومجاهده، وفي ناس تلاقيها على طول متعصبه ومتوتره ومش عارفه تعبر عن اللي جواها. بشاير قصدها على ان كل برج بينقسم ل 3 اجزاء. كل برج احنا عارفين انه شهر، وكل شهر بينقسم ل 10 ايام. لو قسمنا الشهر على 3 يبقى كل 3 البرج كل ليه 3 عشريات، العشريه الاولى والعشريه الثانيه والعشريه الثالثه. العشريه الاولى اللي بتبقى قبل البرج بتقرب من البرج اللي قبليها، العشريه الاخيره بتبقى برضو بتقرب من البرج اللي بعديها، العشريه اللي في النص هي عشريه البرج الاساسيه. مظبوط يا شاير الكلام ده؟ مظبوط. طيب ايه البرج الطيب اللي نتعامل معاه احنا مرتاحين بقى كده يعني؟ والله هو في القوس طيب جدا، في الحمل، الحمل حبوب وحنون جدا والدلو. وما بيأذيش حتى يعني، حتى الحمل بيفوت امره لله، والتور بيفوت امره لله. بس السرطان ممكن يأذي لو اتأذى، بيأذي. لا السرطان لا مش كله والله. لا 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 هو بيأذي ان هو بيبعد، لكن ما بيأذيش حد. طبعا. بس هو سلاحه دايما حسبي الله ونعم الوكيل. والاسد الاسد مؤذي حتى لنفسه، مؤذي حتى لنفسه. هو فعلا من لان هو لو صعبة. لو اتعصب ما بيعملش اي كنترول على اي حد. طب لو قلنا ان في نوعيه ابراج مائيه، الترابيه، الناريه، الهوائيه، انا لو برجي ترابي اخلي بالي من مين يعني؟ ومين اتوافق معايا بتكلم بقى عن ترابي مائي هوائي ناري؟ الترابي الهواء. الترابي اخاف من الهواء. الهواء ثوره. ده الهواء ثوره. المائي حلو معاه. الناري ممكن يتعامل معاه كويس، لكن الهوائي ما. والناري يخاف من المائي لان الميه تطفي النار. لا بس هم بيعاملوهم بحب، بيعاملوهم بحب عشان بيبقى لقوا عندهم الهدوء النفسي. بيلاقوا عندهم الهدوء النفسي. طب والهوائي؟ الهوائي محدش يغلبه ده. لا لا النار. 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 الناري. الحمل والقوس والاسد ممكن برضو بيبقى هو عنده حته الرهبه شويه. يعني كده لو قلنا في المجموعه دي هيبقى اطيبهم الترابي وبعدين المائي وبعدين. والله مش شرط، كل قاعده ليها شواذ. يعني مثلا في الترابي في اللي هو الجدي ده حلو جدا، في الاثنين التانيين يعني كل ساعه في حال. تمام. الحمل غير الاسد في الناري وغير القوس. كل واحد طبع مختلف. الفتره دي بالنسبه للابراج ماشيه عامله ازاي يعني؟ نتوقع لهم ايه كل الابراج؟ والله هو في ابراج كتير مرت بظروف مش حلوه السنه دي، وهي كانت سنه صعبه قوي بالنسبه لناس كتير، لكن هي هتبتدي تبقى الاحسن من الثلاث شهور الجايين.
يعني 3 شهور اللي جايين دول هيبقوا احسن مع كل الابراج. للجميع ولا لابراج معينه؟ لا للجميع، بس هو هيبقى احسنهم الحمل والجدي برضو في حاجات كويسه، رزق جاي له حلو. ابسط بقى الحمل داخل مشاريع كويسه ربنا هيوفقه فيها. الكوز بدا في حاجه ولسه مستني نتائج ربنا هيكرمه. والعقرب ظروفه ايه؟ العقرب باذن الرحمن من شهر 12 لغايه 3 اللي جاي ربنا كرمه. والله ما شاء الله. طبعا اصدقائنا اللي بيتابعونا كلام حلو طبعا، وما سبناش برج ما اتكلمناش عليه، وانتظرونا الحلقه اللي جايه هنتكلم في حاجات تانية مختلفه وحاجات حلوه كتير. بشاير عندها كتير حاجات هتبقى معانا موجوده وهتقول لنا على حاجات اكتر واكتر. طبعا انتم منتظرين الاسئله الجديده ونعرف مين اللي فاز الاسبوع اللي فات. السؤال الاولاني بيقدمه مطعم وكافيه تجور. سؤال في جايزتين، في 4 فايزين الحلقه اللي فاتت والحلقه اللي قبلها ما سحبناش الجوائز، بس سؤال الحلقه دي بيقول من هي المطربه المفضله في مطعم وكافيه تجور؟ بمعنى ايه السؤال؟ المطعم والكافيه لما بتروحوا بيشغلوا اغاني هاديه، ففي مطربه دايما هم بيشغلوها في المطعم. لو رحت المكان او اتصلت بيهم هتعرف مين هي المطربه المفضله اللي دايما بيشغلوها في المكان. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني لموقع ejibala.com، في الاعلان نفسه اللي احنا بنشوفه بنلاقي احمد وحسين. كان احمد وحسين كان فيهم واحد هيتجوز، مين اللي هيتجوز فيهم، احمد ولا حسين؟ لو شفنا الحلقه تانية او شفنا الاعلان تاني، لو شفنا الحلقه على اليوتيوب او شفنا الاعلان تاني هنعرف مين فيهم اللي كان هيتجوز. هتبعتوا لنا على الواتس اللي بيظهر على الشاشه 03-56-900-76. شوف بقى مين الفايزين معانا. وكمان كان في 5 فايزين من سؤال من الفنانه سوسن للمسرحيه بتاعتها، هنشوف مين اللي فازوا. والنهارده هي محضره لنا سؤال تاني تاني. السؤال التاني يعني بمناسبه بقى ان شاء الله كده ان الروايه احنا مستمرين في المتفائل وكده، احنا عايزين نقول ان العرض اللي بنقدمه المتفائل على خشبة المسرح القومي، العرض ده مأخوذ عن نص عالمي لكاتب كبير جدا. يا ترى اسم الكاتب ايه واسم النص العالمي ايه وجنسية الكاتب ايه؟ وممكن ازود سؤال؟ اها ازود سؤال. كان في زيارة مهمة جدا في المسرح الاسبوع اللي فات. زيارة مهمة جدا، وبسبب الزيارة دي مدوا العرض اللي احنا هنعمل عليه السحب كويس للفايزين. مين اللي كان في العرض ده؟ لا ماشي، سؤال مهم. طبعا جدا. طيب هنسحب الاول، عايزين نسحب اسامي بسرعه كويس. اتفضلي. بسم الله. بسم الله. اول اسم طارق شرف الشافعي. طارق شرف الشافعي فاز ب 250 جنيه من مطعم وكافيه توجور. الف مبروك يا طارق. 250 جنيه التانيين. 250. عليوة احمد حبيب. عليوة الف مبروك. احمد حبيب. عليوة احمد حبيب. شيلي بقى اسحبي شويه. هنسحب 4 اسماء لموقع ejibala.com، وبيقدم لنا لكل فايز كوبون ب 250 جنيه ملابس من المكان. عبد السلام عيد مبروك. عبد السلام عيد مبروك، الف مبروك. الف مبروك عبد السلام. عيد مبروك. نوصل. سمير حسن منصور. سمير حسن منصور ناقص 2 فايزين. دي بشاير اسحبيهم بقى. بشاير يلا. عماد مراد. عماد مراد الف مبروك عماد. بسم الله. حسن حاتم عبد الله. حسن حاتم عبد الله. اخر 5 اسماء هنعلن عنهم اللي هم الفايزين في المسرحيه العرض المسرحي. نسحب 5 اسامي. نسحب. ودول الفنانه سوسن دلوقتي هتقول لنا هيروحوا. لا ده عماد خلاص. عماد خلاص. وقلنا حسن حاتم خلاص. الف مبروك. نشوف بقى. بهاء الدين محمد. بهاء الدين واحد. بهاء محمد ده اول واحد. تمام. من اللي فايزين في العرض المسرحي. العرض المسرحي. الثاني سليمان محمد امام محمد. سليمان محمد امام محمد. الف مبروك سليمان. مبروك. احمد محمد.
احمد محمد. احمد محمد، الف مبروك يا احمد. احمد فتحي عبد الفتاح. احمد فتحي عبد الفتاح، اخر متسابق معانا، فاضل واحد. كلهم رجاله مش كده؟ مش عارفه ايه حكايه الستات والله. صابر احمد محمد. صابر، صابر احمد محمد، احمد محمد مبروك، الف مبروك صابر. طبعا احنا بنستناكم بجد، انا ببقى سعيد معاكم انا وشريهان وسوسن في كل لقاء معانا كل اسبوع. طبعا بقول لكم صباح الخير، ان شاء الله يا رب نكون قضينا ساعه حلوه مع بعض ونكون ضيوف خفاف عليكم. طبعا بشكر بشاير وبتمنى لك ان انت تكوني معانا على طول. اصدقائي طبعا كل التحيه على المجهود الرائع لكل القائمين بالعمل في قناه الصحه والجمال، وكل الناس اللي موجوده من اخراج من تصوير بجد بيتعبوا معانا. اشكركم كلكم واتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد، واستنونا الاسبوع اللي جاي في برنامج كل الناس، كل الناس لكل الناس.